رشيد رشيد آه رشيد آه رشيد 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 شو بسوي اعمل؟ شو شايف اللي بسوي اعمل؟ بعمل سلطه بعد عليك طعميه جوعان. انت دائما عندي بتدرس؟ عندي محاضره للطلاب. اه والله تعبان ومن الصبح وانا بحضر المحاضره وعندي صداع. انتوا بتضلوا 50 سنه تدرسوا؟ شو بدك تسوي؟ سليني طيب سليني مليش. شو بدي اسوي؟ اغني لك يعني؟ شو بدي اسوي لك؟ تعال أربص تعال أربص تفضل اقرا اقرا عن بروبلي سندروم. انا درست كثير بحياتي بدي اتسلى. مبين اسمع مبين انك كثير دارس على كل حال. مبين ما شاء الله عليك. احكي معي احكي معي مليت. ايش بدك؟ انا عندي صداع مش اطلع من راسي. صداع؟ والله صداع تعبان تعبان. بلاقي عندك حد شيء يعني يحل لي هالصداع هذا؟ وجعت لي راسي. والله عندي كثير شغلات. شو في عندك احكي لي؟ بدك اياه؟ عندك وليك حبه دواء للصداع؟ حبوا لحبتين بدك؟ حب انت وكرمك يعني حبه وبتكفي يعني. طيب استنى شوي دبر لي دبر لي دبر لي يا زلمه بس لاني عن جد راسي رح ينفجر. لا 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 رح تطلع حب الدواء. هلا جاهز؟ وين؟ بمزح معك. لا اعطيك حب الدواء؟ اعطيني حب الدواء. شو بتعطيني؟ باخذك درايف. شو رايك؟ لا ما بدي درايف. بشتري لك شيء زاكي. شيء زاكي؟ لا بدي روبوتي. تلاقي لي واحد روبوتي. روبوتي على عيني على عيني براسي. بدي امتك يا معلم. امتك موجود بس بدي امتك. خلاص عندي من بطلع. طيب لك جاها هاي حبه دواء بس كرمالك للصداع من الفضاء. جيتك هاي فيش منها نسخه واحده. وين اطلع؟ بايدي الشمال يا معلم. روح طول. حركني حركني شوي شوي. اخ اخ طاري شوي. هيك واحد بحرك. اه هيك بحرك. خليني اخذ الحبه الدواء وادعي لي. خليني خليني. لا 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 استنى استنى استنى. حليب؟ اه حليب بارد هذا ممتاز. ما بصير حليب بعد دواء. ليه؟ رح تتسمم رح تتدمر كل جسمك رح يتدمر. ما في اسكى من الحليب معي. لا استنى لا مي 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 استنى والله زاكي. اسمع معي مي. حركني بطلع لك مي شوي شوي. والله حليب زاكي من وين جبت؟ مجنون. اسمع خليني احكي لك على مشكلة الحليب والدواء. خلص بيتفلسف علي هلا. انا رح اضبطك. طيب احكي. خليني احكي لك هلا. في ناس كثير بفكر انه ما بصير تشرب الدواء مع الحليب هلا. منه هذا الحكي شيء صحيح؟ ليش؟ مش ناس روبوتس. روبوت؟ طيب روبوت سوري. بعض الأشخاص اللي قاعدين جنبي على الشمال بفكروا إنه ما بيصير تشرب الحليب مع الدواء. ليش؟ لأنه في كالسيوم. هلأ مادة الكالسيوم ممكن ترتبط بالأدوية خصوصا المضادات الحيوية وتمنع الامتصاص وهذا يأثر على مستوى الدواء ولكن ما بيصير تسمم. الحكي هذا بس أحكي لك أبو التك إشي. إذا شربت حليب شو بصير؟ أحكي لي إذا شربت حليب شو بصير فيك أنت؟ تتسمم. إذا شربت حليب تتسمم؟ إذا شربت حليب بصير قوي بصير عندي عضلات. لا بتخرب أنت إذا صرت. لا بصير قوي كثير. أخريتك بطارية بحملك بطلع فيك إذا شربت حليب قد ما أنا مش طايقة. في إشي حليب بسموه في مادة اللاكتوز بالحليب وكثير ناس بتقول لك لاكتوز؟ لاكتوز لاكتوز بالحليب. لاكتوز بالحليب. هاي مادة اللاكتوز كثير مهمة. طبعا احنا جيناتنا بجوز ما بتهضم الحليب فعشان ناس بحكي لك انا عندي سوء هضم لللاكتوز بسموها اللاكتوز انتولرانس. ليش؟ لانه في ماده لاكتوز انتولرانس. والله اشيلك خليك. اسف اسف رجعني خلاص. خليك تحت بس خليك تحت. اسمع كنت جرب خلص الفقره كنت جرب مفاصلي. ما في خليك مفاصلك ولا شيء. احكي رجعني ما بحكي. خليك ساكت. لا لا اسف رجعني ما بحكي. خليك ساكت. شوف اذا قدرنا نوقفك كمان مره. اه خليك خليك هيك خلص خلص رجعني خلص براجعك. فأهم إشي اللاكتوز اللي موجود في الحليب هذا بيهضم إنزيم اسمه اللاكتيز اللي موجود عندنا ولكن كمياته بسيطة في الشرق المتوسط الموجودة. فبالتالي إذا أنا شربت كميات حليب كثيرة الجسم ما بيقدر يهضم مادة اللاكتوز. فمادة اللاكتوز هي اللي هي الحليب تنزل على الأمعاء فبتروح على الأمعاء كلياتها وتتخمر. البكتيريا بتشتغل عليها فبصير النفخة والإسهال. وبحكي لك يا دكتور بس أشرب شوية حليب بتضايق لازم أخذ أنزيمات هاضمة معها. ففعلا كميات الحليب الكتير اللي بيشربها في بعض الأشخاص لأنه في عندهم نقص في إنزيم اللاكتو اللي بيهضم اللاكتيز اللي هو لاكتيز ديفيشنسي بيعمل هاي المشكلة. كاكتيز استنى استنى أنت مقتنع في تحكي فيه؟ أنا مقتنع في مقتنع 100% في حدا راح يا جماعة فيش من هذا الحكي. الحليب ما بينشرب مع أي شيء ما تمام. تشربوه الحليب بس للعظام والمفاصل بس للعظام والمفاصل صح طبعا. لأنه فيه كالسيوم ولكن الحليب تقدر تشربه مع أي شيء تاني ما في مشكلة ولأنه فيه مادة الكالسيوم بدير بالكو بس تأكله. ولكن سوء الهضم الحليب هذا موجود عند كثير ناس خصوصا بالشرق الأوسط. تقدر يا إما تأخذ لاكتيز فري يعني إشي ما فيه لاكتوز أو تقدر تأخذ معه إنزيمات هاضمة أو تشرب كميات بسيطة ولكن خذه مع الدواء. سلام سلام باي باي. إيش ما بتعرف أنا مليت أطلع الفضاء. خليك داخلك دراف إيش إشي جاك إن شاء الله تكونوا
وصلت كل معلومة. اشربوا زي ما بدكم، ما في مشكلة. ما عم اشربوا لا مش راح اخسر، لغايه هلا ما خسرت ولا بحلقه. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هاي المعلومه. ولكن الحليب اذا مش فاسد اكيد 100% مفيد للصحه. اهم شيء كميات بسيطه وخذوه مع الادويه. وخلينا نتابع معاكم فقرات الاطباء السبعه، شو رايك في الموضوع؟ بعدين معك، خليني ارجع ادرس يا زلمه. هلا ولا فكره في الحكي تبعك هذا كلياته. خليني اكمل شويه حليب عشانك ابو التك. والله عشانك.